معنا عبر الهاتف من تونس أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية دكتورة فتحية سعيدي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة فتحية. لماذا هذا الفرق الكبير بين الآن وبين سنوات عديدة سابقة؟ وهل المعطيات على الأرض كلها هي فعلا تشير إلى هذا وتجعل هذا القلق يعني حقيقيا؟ طيب، من المؤكد أنه بالنسبة للشباب هم أكثر قدرة على استعمال معناها التكنولوجيات الحديثة، وأقل طبعا نسبة ستكون بالنسبة لكبار السن. لكن الشيء الذي يثير انتباهي في هذا الاستبيان، لماذا يخاف كبار السن من فقدان عملهم والحال أنهم يشتغلون؟ هنا سؤال معناها يطرح نفسه بنفسه، لأنه مثلا بالنسبة لنا في تونس كبار السن لا أحد يستطيع أن يهدد معناها مكانتهم في العمل أو فقدانهم للعمل فقط لمجرد أن هنالك شباب يستخدم أكثر منهم وسائل الاتصال الحديثة. وفي جميع الحالات وسائل الاتصال الحديثة هي بطبيعة الحال تستخدم أكثر من الشباب، لأنهم أكثر قدرة على استعمالها وأكثر قدرة على تطوير حتى التطبيقات، ومن خلال هذه الشبكات أو من خلال وسائل الاتصال ممكن للشباب أن يحصلون على عمل، ولكن ليس باستهداف الآخرين. هذا معناها سؤالي، وهذه الإشكالية، لأني إلى حد هذه اللحظة وأنا أستمع إلى تقريرك أو إلى ما قلتي لا أفهم لماذا يخاف الكبار معناها من فقدان عملهم، لأن الوضعية بالنسبة لنا مثلا في تونس الوضعية غير مطروحة. ربما في مثلا الخليج هنالك معناها استعمال أكثر. هو بشكل عام هذا الاستبيان اللي عم تسألي عنه دكتورة فتحية من موقع Indeed.com، يعني بشكل عام مفروض بأنه كما قلت حضرتك كما بدأت الحديث الجيل الجديد هو الأكثر قدرة صحيح على استخدام، فبالتالي أصحاب الأعمال ليواكبوا هذا العصر بطبيعة الحال سيلجؤون إلى هذه الفئة العمرية أكثر من غيرها. هذا مؤكد في مسألة عروض الشغل. في مسألة عروض الشغل الشركات ستتجه أكثر إلى الشباب لأنهم يستخدمون وسائل الاتصال إلى غير ذلك. لكن أنا أتحدث عن وضعية ثانية، وهي وضعية الشخص أو الكهل الذي له شغل يشتغل. ما الذي يخافه أو ما الذي يخشاه من شباب يستخدمون وسائل الاتصال؟ لأنه إذا كان يخاف أنه سيفقد عمله سوف لن يفقد عمله لأنه يشتغل بطبيعته. أما إذا كان تقدم مثلا شباب وفي نفس الوقت هنالك كهول معناها أكبر منهم سنا لعمل معين، بطبيعة الحال العمل سيكون أكثر لهذه الفئة من الشباب التي أستطيع أن أقول أنها جيل تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وجيل تكنولوجيات الاتصال الحديثة هو في جميع الحالات جيل ما نسميه جيل ما بعد الحداثة، الذي يستطيع أن يستعمل كل شيء، والذي يستطيع أن يتعامل مع كل معناها الوضعيات، ويستطيع أن يطور معناها التطبيقات في مجال معناها التكنولوجيا الحديثة. نعم، وطبعا لا يمكن إغفال أهمية الأعمار الأخرى أيضا طبعا بسبب الخبرة والنواحي الإيجابية الكثيرة جدا مقابل ما ذكرناه من إيجابيات فيما يتعلق بسن